مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية بالصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 5 راوند اب، اليونت الخامس الدرس المخصص للراوند اب المراجعة. بالبداية كالعادة المواضيع اللي أخذناها خلال هذا اليونت هي كالتالي: In this unit في هذه الوحدة you have practiced، لقد تدربت على، أو المواضيع اللي أخذتها هي Using abbreviation and dictionary entry. احنا اخذنا بالدرس الاول الابريفيشنز اللي هي الاختصارات، وعرفنا ان السي او ان جي هي مختصر مال كونجكشن، الاي الفي مختصر مال فيرب، الان مختصر مال ناون، الاي دي جي مختصر مال ادجكتيفز الى اخره. فورمينج اند يوزينج ذا باسيف، تكوين او استخدام المبني المجهول، شرحناها على طول الوحده انه مبني المجهول مع الماضي، مبني المجهول مع المضارع، ومبني المجهول مع الكان. making telephone calls، عمل اتصال الهاتف properly بشكل صحيح اللي اخذناها بالدرس السابق، وعرف من النصائح اللي يجب ان نتبعها اثناء عمل مكالمه الهاتف. and you have، وكذلك تدربت على listening الاستماع، practice telephone conversation عمل مكالمه هاتفيه الى اخره. هذا مجرد مواضيع او مراجعه لمواضيع سابقه اخذناها خلال الوحده الخامسه. وراها ننتقل، طبعا ماكو شيء مهم بكتاب الطالب حاليا ممكن نوضح عليه. ننتقل لكتاب النشاط تمرين رقم 1. هنا بلشنا بالتمارين المهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. تمرين رقم 1 تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري، على شكل شنو؟ على شكل إملاء. حاولوا تسجلون هاي الحروف بالدفتر وتحفظوها، لأنها تجيك على شكل إملاء بالسؤال المخصص بالإملاء. يقول لي اكتب الحروف الناقصة، متعودين عليها سابقا. هاي الكلمة شنو الحروف الناقصة على مود تكملها؟ هي دبل اس، مسج معناها رسالة. ثانيا هذه كلمة شنو الحروف الناقصة اللي تكملها؟ كذلك الدبل اس صارت باسيف مبني المجهول، كذلك هذه دبل اس صارت بوسيبل معناها ممكن، هذه دبل ام على مود تصير ساتلايت قمر صناعي، وراها ترافلر معناها مسافر كذلك دبل ام. هذه الكلمة كلمة سبيتش معناها خطاب او حديث، وكذلك دبل اي سكرين معناها شاشة، ودبل او معناها لوك معناها انظر او ينظر. هذا التمرين تمرين مهم جدا، من الممكن يجيني بسؤال املاء مثل ما متعودين سابقا. شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال كتب لي ام اي وهنوب اي جي اي صارت مسج، كمل الحروف الناقصه. على سبيل المثال كلمه لوك لازم تكمل لك كذلك الحروف الناقصه مثل ما هو سوى. اذا هذا مجرد تمرين بسيط جدا ومهم جدا بالامتحان التحريري بالسؤال المتعلق بالاملاء. يقول لي ريد ذا ديفينيشنز، التمرين رقم 2 اقرأ التعاريف and write the words، واكتب الكلمات. هذا التمرين كذلك تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. هذا التمرين من هسه بلشنا نوضع قدم بصف الثالث متوسط. هذا التمرين راح تشوفوه بالثالث متوسط كل شيء يتكرر عندك، ينطيك تعريف لكلمة معينة ويطلب من عندك انه تخلي الكلمة المناسبة لهذا التعريف. يعني مو مثل الاجتماعيات على سبيل المثال او الاحياء او الكيمياء، ينطيك كلمة ويقول لك عرف لي اياها، مثلا عرف النبات الطبيعي، عرف للتاريخ، عرف الجغرافيا الى اخره، ما يقول لك عرف الكلمة، وانما يجيب لك التعريف كامل ويقول لك شنو هو الكلمة المناسبة لهذا التعريف. هذا التمرين جدا مهم، يجيك على شكل اسقاطات او يجيك مثل ما هو. اذا الكلمات اللي راح نكتبها للحفظ كاملاء، لان بعض الاساتذه ايش يجيبون هاي التعريف فقط والطالب يكتب الكلمه، فلازم يكتبها بشكل صحيح املاء. building that has many hundreds of books، building بنايه فيها مئات الكتب. شنو البنايه التي تحتوي على مئات الكتب؟ كلمه او بنايه library. شنو يعني library؟ يعني مكتبه. زين، a building where you can keep money، بنايه تضع فيها الماني الفلوس، البنايه اللي تخلي بيها الاموال شو نسميها؟ نسميها بنك، مصرف او بنك. زين، a book that gives you the meanings of the word. شوف انا ايش يقول، يقول لي كتاب يعطيك معاني الكلمات. الكتاب اللي نستخدمه لمعرفه معاني الكلمات شو نسميه؟ نسميه ديكشنري. ديكشنري معناها قاموس. بعد something you read that you can buy every day، شيء تقرأه وتشتريه كل يوم. هسه بالله شيء أقرأه يجوز كتاب، لكن هو وضح لك شيء تقرأه وتشتريه كل يوم. شنو الشيء اللي نشتريه كل يومية على مود نقرأ؟ النيوز بيبر اللي هي الجريدة أو المجلة. إذا الجريدة نشتريها كل يوم على مود نقرأها، أما الكتاب إحنا ما نشتريه كل يومية.
مثل ما وضحنا هذا كذلك التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. اما يجيني على شكل اسقاطات، تعرفون شنو يعني اسقاطات؟ الكلمات ذني يعطيني اياها باعلى التمرين او على السؤال ويقول لك سقط الكلمه بالفراغ المناسب، او يجيبك اياها مثل ما هو. فانت لازم تحفظ املاء هذه الكلمات. تمرين رقم 3، put the lines of the text message in the correct order. شوف هنا ايش يقول لي، يقول لي انا معطيك محادثه او فد عباره الجمل مالتها مخربطه، رتب لي الجمل حسب معانيها. فانا رتبتك اياها لان هذا غير مهم بالامتحان التحريري، امتحان شفوي مجرد نجي نوضحها. جاسم said he can't come to team. جاسم يقول انه لا يستطيع ان ياتي الى الفريق. شنو الجمله الثانيه اللي تجي وراها؟ قال لي practice on Wednesday because he. هسه شو يقول لي؟ صارت الجمله، جاسم يقول انه لا يستطيع ان ياتي لتدرب الفريق في يوم الاربعاء because he، لانه نجي نكمل، he works in his father's shop، لانه يعمل في محل ابوه. then ثم بعدها if معناها اذا. شنو الجمله اللي بعدها؟ if we can practice on Thursdays، لكن اذا نقدر او اذا كان بامكاننا ان نتدرب يوم ايام الخميس. he هو النقطه الخامسه will be able to come، هو سوف يستطيع ان ياتي. يوم ايام الاربعاء ما يقدر يجي، يقدر يجي فقط ايام الخميس. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. يعتمد الطالب على معاني هاي الجمل على مود يقدر يرتبها بالترتيب الصحيح، على مود يقدر يسوي مقطع نصي. تمرين رقم 4، يقول لي complete the sentences using the correct passive form and the verb in brackets. طلاب هسه كلش مالك وياي، يقول لي اكمل الجمل بالشكل الصحيح للباسف. شنو معنى باسف؟ اذا لحد الان ما حافظها حاول تحفظها هسه. شنو معنى باسف؟ مبني للمجهول. بس هالمره انتبه لي، قال لي انا عندي كل ازمنه المبني المجهول اللي اخذتهم بالدروس السابقه. لازم انت كطالب تحدد هذه الجمله بيا زمن، وانت كطالب تصحح الفعل حسب الزمن المناسب لها. اعيد واكرر، تذكرون قاعده المبني المجهول؟ نعم استاذ. شنو هي؟ مفعول به زائدا از او ار اذا مضارع بسيط زائد تصريف ثالث وتكمله. هذا شنو هذه؟ هذه المبني المجهول مع المضارع البسيط. زين، تقدرون تقولون المبني المجهول مع الماضي البسيط شو تقول قاعدته؟ نعم استاذ. شو تقول قاعدته؟ تقول كذلك مفعول به زائدا واز اور زائدا تصريف ثالث للفعل وتكمله. زين، تقدرون تقولوا لي المبني المجهول مع قاعدة الكان؟ نعم استاذ. شو تقول قاعدة الكان او المبني المجهول مع الكان؟ تقول مفعول به زائدا كان او كانت زائدا بي زائدا تصريف ثالث للفعل. هذه مراجعة بسيطة لأزمنة المبني المجهول اللي اخذناها من الدرس السابق بشرح بسيط، واللي اخذناها من الدروس السابقة بشرح مفصل. هسه شو يقول لي؟ يقول لي أنا بنطيك بالبداية شنو؟ مفعول به، أريدك فقط تصحح للفعل حسب زمن الجملة. خلينا نجي نقرأها. أشور بيلد فراغ over 4000 years ago or قبلي. شو لقيت؟ لقيت ago. ago دليل يا زمن، دليل ماضي بسيط. إذا راح أطبق المبني للمجهول مالت من؟ مال الماضي البسيط. شو تقول؟ مفعول به أشور. أشور ياخذ وزن دوام، تاخذ وزن المفرد زائدا تصريف ثالث للفعل بيلت. شنو بيلت؟ واز بيلت. هسه هذه الجمله الاولى. الجمله الثانيه ايش لقيت بيها؟ استاذ لقيت لاست. لاست دليل يا زمن ماضي، نفس القاعده مفعول به. هو الماي بايك مفعول به. واز دوام البايك مفرد اخلي لها واز زائد تصريف ثالث للفعل ستيل. شنو التصريف الثالث مالته؟ ستولن. ستيل ستول ستولن. ستولن هو التصريف الثالث. نقطة ثالثة، plastic bottles and coffee can. شوف هنا أنا إيش لقيت؟ لقيت كان. قبل إيش راح أطبق؟ قاعدة الكان، شو تقول قاعدة الكان؟ أما كان أو كانت، مفعول به، شوف شوف شوف، مفعول به plastic bottles and coffee، هذا مفعول به. كان حاط لي إياها، plastic حاط لي إياها مفعول به، زاد كان، زاد شنو؟ تصريف به، زاد التصريف ثالث للريسايكل شنو؟ recycle. زين، النقطة اللي بعد، كفتة كبابز make from lamb chicken or vegetables. إذا انتبه لي، شوف هنا ايش يقول لي؟ يقول لي الكفتة او كباب الكفتة
يصنع من اللام. شنو اللام؟ كناها أخذناها بالدروس السابقة، لحم الخروف. انتبه لنا أنا. ذكر لي فد دليل بالجملة إنه الشيء حدث في الماضي. لا أستاذ ما ذكر لي. على الأغلب، على الأغلب إذا ما ذكر لي دليل فمعناها الجملة بالمضارع البسيط. أنطيك دليل أقوى، الدليل اللي يعتمد على المعنى. هنا دا يحكي عن آشور، مدينة أثرية، فبنيت في السابق في قبل أكثر من 4000 سنة، والدراجة سرقت الأسبوع الماضي، سرقت في الماضي. والنقطة الثالثة، بلاستيك بوتلز and coffee can. الكان هي دليل أن الجملة بالقاعدة اللي كان، لكن هذه ما ممطي لي بيها دليل. شلون أعرف زمن هستان؟ هنا أنا شد تسأل نفسك، الكفتة أو كباب الكفتة يصنع لو صنع بالماضي من لحم الخروف والدجاج والخضروات. هذا الشيء مستمر في الوقت الحاضر، في الوقت الماضي والحاضر والمستقبل. دائما كباب الكفتة always، إذا تذكرون أخذناها بالدرس السابق always معناها دائما. دائما كباب الكفتة يصنع من أو يتم عمله من لحم الخروف. إذن هذا بالمضارع لو بالماضي؟ ما حدد ليها بالماضي، إذن بالمضارع. زين، شنو قاعدة المضارع؟ مفعول به اللي هو كفتة كباب زائدا إز دو آر. لاحظوا كمان بها أس الجمع، إذن شو خلينا؟ أخليها آر، فأقول آر زائدا شنو؟ إز أو آر زائد التصريف ثالث للفعل. الميك شنو التصريف الثالث مالته؟ ميد. وهكذا. النقطة الرابعة، the car، أو الخامسة عفوا، the car fix last week. شو لقيت؟ last. شنو last؟ يدل على الجملة الماضية. أطبق المبني المجهول مع الماضي، مفعول به اللي هو the car. was the where، الكار مفردة خليها was زائد تصريف ثالث للفيكس. شنو؟ fix. زين، النقطة اللي بعدها، a lot of time waste. لازم نعطيني waste الفعل. looking at media sites. نفس الطريقة هنا أنا ما منطيني دليل إن الجملة ماضية أو مضارعة. الكثير من الوقت يهدر لو أهدر بالماضي. يهدر في البحث عن مواقع التواصل الاجتماعي. يهدر كل يومية، يهدر وقت في البحث عن مواقع التواصل الاجتماعي. إذا المضارع، فشنو قاعة المضارع أو المجهول مع المضارع؟ مفعول به الزؤال وتصريف ثالث. شنو هو المفعول به؟ a lot of time. التايم غير معدود، وغير معدود يعامل معاملة المفرد، فخلي له إز زائد التصريف الثالث للفعل waste اللي هو wasted. اللي بعدها، the lion that escaped from the zoo، الأسد الذي هرب من حديقة الحيوان، catch 2 years later. شوف هنا أنا. الأسد الذي هرب، هرب يعني شنو؟ بالماضي، فإن الجملة بالماضي، فبما أنه بالماضي مفعول به was where تصريف ثالث. المفعول به الأسد، الأسد يأخذ was the where، يأخذ was زائد تصريف ثالث للفعل catch شنو؟ coat. بعد، around 80 million bikes make فراغ in China every. every دليل يا زمن مضارع. إذا لقيت every قول جملة مضارع بسيطة أخذناها بالدرس السابق. مضارع بسيط مفعول به الزؤار وتصريف ثالث. شنو المفعول به؟ 80 مليون دراجة. إذا جمع أقول R زائد تصريف ثالث للفعل make شنو؟ made. وهكذا. اللي بعدها، موبايل فونز كان. لقيت كان قبل سهلة، أنا حددت إنه هذه كان مفعول به الموبايل فونز. كان هو حاط لي إياها، شوفوه مفعول به، وكان بقى بي وتصريف ثالث. أخلي البي والتصريف الثالث مع دروب شنو؟ دروبت. اللي بعدها، around 5 billion electric cars sell. نفس الطريقة، 5 ملايين سيارة تباع لو بيعت تم بيعها في عام 2021. 2021 صارت من الماضي، إذا نقول where لأن السيارات جمع زائد تصريف ثالث للفعل sell اللي هو sold. 5 ملايين سيارة بيعت تم بيعها في عام 2021. هذا كل ما يخص تمرين رقم 4. سجلوا عليه كذلك، هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. عن يا موضوع، عن موضوع المبني المجهول مع كل الأزمنة اللي أخذناها. هاي الملاحظات أمامكم وهاي حلول أمامكم، حاولوا سجلوها. والملاحظات اللي شرحناها بالدرس السابق، ميزوا كل مبني المجهول مع الزمن، مع الماضي البسيط، مع المضارع البسيط، مع الكان. حاولوا سجلوا هاي الملاحظات بالدفتر لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظوا أنه درس بسيط جدا، مراجعة للمواضيع السابقة. أغلب التمارين مالته تمارين مهمة، مع التمرين رقم 3 كان تمرين رتب الجمل، تمرين غير مهم.
باقي التمارين لاحظنا أنه بها تمارين إسقاطات، تمارين إملاء، تمارين قواعدية متعلقة بالدروس السابقة، لأن التمارين جدا مهمة ودائما يركزون عليها الأساتذة في نهاية اليونت، تعتبر كمراجعة للمواضيع اللي أخذناها خلال هذا اليونت. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.